السلام عليكم. يقترح عليكم اليوم فريق مسارات تربوية نشاطا في الإيقاظ العلمي لتلاميذ السنة الثانية. السند الأول: حل فصل الربيع فاعتدل الطقس واكتست الأرض ببساط أخضر، فقرر تلاميذ السنة الثانية الذهاب إلى المنتزه لقضاء يوم هناك ومراقبة حيواناتهم. التعليمات: أصنف الحيوانات بربط كل حيوان بلافتة تنقله. الغزال: الدودة: القرد: التسلق: اللافتة الثانية: الزحف: اللافتة الثالثة: العدو: اللافتة الرابعة: القفز، وأخيرا المشي. أحسن، الغزال نربطه بالقفز، العدو الغزال كذلك يعدو، الدودة نربطها بالزحف، حسن الدودة تزحف، القرد التسلق، كذلك نربط القرد بالقفز، حسن. السند الثاني: لاحظ الأطفال مع معلمهم وجود سمكات تسبح في الجدول، فقال أحدهم: تتنقل السمكة قفزا في الماء بواسطة جناحيها. التعليمة: أصلح الخطأ وأعيد كتابة الفقرة. لمزيد من التوضيح، إذا لاحظ الأطفال مع معلمهم وجود سمكات تسبح في الجدول، فقال أحدهم: تتنقل السمكة في الماء بواسطة، إذا حسن، تتنقل السمكة سباحة في الماء بواسطة زعانفها، حسن، إذن تتنقل السمكة سباحة في الماء بواسطة زعانفها.